العقوبات العربية والغربية إلى مصر، حيث تسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في تعطل الملاحة. الله يجد، الله جابها، كان السفينة في قناة السويس. وعيني بك الشباب. ألو، كيفك بابي كاتشو؟ لك ايه، بمزح معك يا زلمي، ما انت وزير الكهرباء وهيك. خيو اسمع شو بدي اقول لك، بتزيد لنا ساعات القطاع من 11 ساعة ل 12، وخلي الكهرباء بس ساعة واحدة شغيلة، فهمت علي؟ يعني بحشت السفينة وهيك. هاي اسمع اسمع، وخلي اللي بده يعبي مي بهالساعة يعبي، وخلي اللي بده يشحن جواله يشحنه، وخلي الشعب ينبسط، فهمت علي؟ يلا قحي. احكي مع الكر الثاني أن أكثر من 100 سفينة كانت تنتظر بعد الحادث لتتمكن من المرور عبر. لك ألو، كيفك وعيني، شو أخبارك؟ لك أحلى مدير المدراء في كل المنطقة. اسمع شو بدي أقول لك، هلا كنت ما أحكي مع وزير الكهرباء بيكاتشو. لك إيه صاحبنا، إنه له يزيد ساعات القطع ل 12 ساعة. إيه، فأنت بشي طبيعي إنك تخفض عدد ساعات الشغل يعني للموظفين والمدراء. إيه يعني فينك تخليها ساعتين ثلاثة، هو يعني عدم المؤاخذة شو ما تشتغلوا، قاعدين متكشوا دبان في هالمديريات. يلا يلا، الله معك. ضل عنا شلة هالكرار الإعلام نحكيين ونخبرين أحسن شيء. ألو، كيفا؟ شو أخبارك؟ اسمع شو بدي أقول لك، اسمع. سمعت بالسفينة الغرقانة؟ أنا سفينة؟ لقرد الدنيا مطبولة فيها، أنت ما سمعت فيها؟ ما عندك كهرباء؟ أيوة، يلا ما في مشكلة. اسمع، تنشر لي خبر وبتعمم لي على القنوات الوطنية والرسمية. شو بدك تنشر خبر؟ لك يا زلمة شو ما ناكل هوا نحكي؟ خبر إنه الناقلات النفط اللي بتجي على سوريا مشان تشغل الكهرباء والشغلات هاي كلها توقف بقناة السويس بسبب السفينة الغرقانة هناك. ايه، بدولة مصر الشفيقة. مين شفيقة؟ لك قصدي الشقيقة. ما تفهمن علي ولا يعني انت تفكر معك جاون، احنا ما معنا غير سادس. والله لحت اجري بتمك، قحت قحت تقلق قحت بس لشوفك. كيفكن يا اكابر؟ قبل ما نبلش حلقتنا، انت اللي عم تشوف الحلقة روح اشترك بقناة المبدعون السوريون. خلينا نفوت الحلقة. نسمة رياح لطيفة هاجت وماجت بأكوام الحديد والبضائع اللي كانت عم تعمر قناة السويس بالشقيقة مصر، وبقدرة قادر علقت السفينة بالعرض وسدت هالطريق الواصل بين نص الكوكب الأولاني ونص الثاني، وبلشتك المحاولة تلو المحاولة لإعادة السفينة لمجراها الطبيعي وفتح الطريق لبقية السفينة اللي كانت تتكدى ساعة بعد ساعة ورا هالسفينة ناطرة دورها بالعبور لمدة 7-8 أيام بالتمام والكمال. نظام الأسد وباعتباره محور الشرب كوكب الأرض والكواكب المحيطة فيها لقى طريقة يستفيد فيها من هالحادثة اللي كل المنطقة مشغولة فيها. بلشت لك التبريرات من فرقة الطبالين المحلية، قال شو سبب تفاقم الأزمة المحلية والمحروقات والكهرباء هو الحدث المأساوي بقناة السويس. يا راسي والله، يعني انت قول ما تعلق السفينة كانت الكهرباء عم تقدح قدح عنكم، وربطة الخبز كانت توصل لبيت المواطن السوري المرفه، وكنا نسبح سباحة بالمازوت والبنزين. لك حبينا بضحك، ولك عمي عمين، بعدين تعال شوف هاي السفينة رجعت لمسارها الطبيعي. يلا تفضلوا انتوا لشوف، رجعونا البلد لمسارها الطبيعي، ناطرين منكم تنهولنا حالة هالطوابير يلي صارت صفة ملازمة لاسم هالبلد للأسف. نفوذ السيدة الأولى عم يكبر يوم بعد يوم، وبعد ما كان سيادة الرئيس أبو عصام انتو ما بتصير تنتين بالبلد، اجوا الروس وعطوها دفشة معنوية ومادية لست الحسن والجمال. وإذا ما حكمكم أبو عصام بتحكمكم أم بدر، يعني ما حدا غريب. المهم إنه الزعامة ما تطلع من حارة الضبع، حاصلوا هي أسماء الأخراس، وباعتبارها من نسل عائلة إقطاعية عريقة قررت تستغل هالدفشات الروسية وترجع تعيش جو الإقطاع والمرابعين اللي كانت تحكي لها عنه المربي قبل النوم. وبعد ما كانت تزاحم راي مخلوف
على شركات الاتصال اليوم وبضربة واحدة سيطرت على سوق الهواتف المحمولة. طبعا المزرعة اللي اسمها سوريا الأسد ما بتصدر فيها الأحكام من الآغا اللي مرابعين بشكل مباشر، هيك دجني دجتك العافية، بل أخذ شكل دولة ومؤسسات وقرارات ومن الحكي. يعني الحكومة بتدرس القرار بعدين بيصدر توقيع وختم من وزير الاقتصاد بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمولة وعدم منح أي إجازة جديدة لاستيرادها، والمستفيد الوحيد من هالقرار طبعا الأغاية تعيد بيت الأخرس واللي بتدير شركة إيمتل، واللي صارت بعد هالقرار المزود الوحيد للهواتف المحمولة وأكسسواراتها بسوريا، خود على أرقام فلكية وأسعار خرافية بتوصل 5 مليون ليرة سورية لبعض الهواتف مثل آيفون 12، واللي طبعا ما بيشتروه إلا طبقة الأربعين حرامي المحيطة بعلي بابا. بس لا تسألني شو تليفون علي بابا، أقسم بالله ما بنعرف. بنرجع سيدة الفازلين ما بتفكر بتعباية الجيبة والإقطاع فقط، بل هي أنثى ذات أحاسيس مرهفة مثل كل نساء الكوكب عزيزي الرجل. كانت من فترة عم تتمشى بحديقة القصر، وصل لأدانيها تراطيش حكي عن لقاء قريب بالشام وفي قسم بالنص جود ما جود. فورا ضربت الغيرة في وزاتها وأمرت بتتبع هالاجتماع خوفا على سيادته، ما يكون راح يلتقي مع جود ويصير بيناتهم شي علاقة شي شيانة تهدم إمبراطورية الحب والياسمين. القصة طلعت مختلفة بشكل كبير، وجود اللي عم ينحكى عنها هي اختصار للجبهة الوطنية الديمقراطية يلي على أساس معارضة الداخل وراح يجتمعوا ليشتركوا بالانتخابات وينافسوا سيادته ويصير لهم دور بالعملية السياسية يلي كتران الحكي عنها بهالأيام. بس إنه هالشي يفعلها من غضب الدولة وسلطة القمع والتنكيل حاشا وكلا. بعدين مو حلوة بعتنا الشباب، ولا بدك ياهن يرجعوا بلا ما يخربوا شيء، كل واحد يقوم ينقلع بيته ولاك. والعش اللي كان عامله متزعم هالاجتماع حسن عبد العظيم أكلوه قطيع الثيران الهايجي بعد ما شحطوا للمعارض بين قوسين طبعا عبيت خالد لقرد نحن مو قلنا الكيم من اول اليوم الاسد او نحرق البلد يا بهايم، يمين معظم كنا بدنا نحرق الاجتماع باللي فيه، بس بتعرفوا هذا البنزين في هالبلد، هي البلد قلنا يا كرارة، وحتى لو الدستور بيسمح الكين لك، حتى لو اخذتوا اذن من الايراني والروسي لك، حتى لو سمح الكين سيادة الرئيس بذات نفسه لك، نحن ها ما رح نسمح بهالبلد الا للاسد، مو حبا فيه لا بالله، مو طاقين شكله. بس الجرائم اللي ارتكبناها ما بنفلت من عقابها الا بحضن سيادته، الاموال اللي سرقناها، الغسالات اللي عفشناها ما فينا نحافظ عليها الا بسوريا الاسد. ان شاء الله فهمتوني واعيني، نزلي الفاصل نزلي احسن ما احرق كت التاني، هون بيدلي مليان عيكين بنزين. ما بتخلص محاولات الروس لاعادة تدوير هالقمامة وتعويمه دوليا، اخر المحاولات كانت من خلال ادعاء فتح معابر انسانية من قبل أرباب الجريمة المنظمة وعصابات المافيا اللي بتسمي نفسها دول. هالمعابر من المفترض أن تكون بين مناطقنا المحررة ومناطق الاحتلال الروسي ودنب الكلب تبعه. الروسي ادعى أنه اتفق مع الجانب التركي بخصوص فتح هاي المعابر، حطولي تحت هاي خطين حمر عراضها راجعين اللي عنده بعد شوي. المهم التركي سكت شوي بعد ما طلع قال نحن ما اتفقنا مع حدا على شيء، بس النظام ما استسلم ابدا وتم موقفه هالاعلام المسكين بهالطريق ومحفظه هالكلمتين على الارهابيين منعوا الاهالي، وتم منع الاهالي من قبل الارهابيين. يستمر افتتاح ممر ابو الزندان، اليوم هو الرابع لم يكن هنالك اي عمليه اجلاء او خروج للاهالي، وهذه العمليه هي تاتي عبر ممانعه التنظيمات الارهابيه المسلحه لهم، فنحن نتحدث عن ممانعه من قبل التنظيمات الارهابيه المسلحه. يا حضره البوق، انت عم تقول ان الارهابيين منعوا الاهالي من العوده الى مدنهم وقراهم، طيب ممكن تحكي لنا ليش هالاهالي اصلا غادروا مدنهم وقراهم وراحوا لمناطق الارهابيين؟ طبعا الجواب معروف عندك وعندي وحتى عند سكان المقابر اللي مبشتروا بحقدكم واجرامكم، النظام الروسي ما فكروا ولا راح يفكروا المدنيين، والقضية عندهم صراحة ما بتتعدى تحقيق مكاسب مادية اعلامية سياسية اي شيء، المهم بعيد كل البعد عن الانسانية اللي عم يدعوها، والشعب بالنسبة لهم مجرد ورقة بيستخدموها ليحافظوا على وجود الاسد ويستمر باجرامه. خلونا نرجع دقيقتين قبل ما نخلص لعند الخطين الحمر اللي حطيناهم مع بعض فوق. تذكرتوا شو قلنا من شوي؟ الروسي قال متفق مع الاتراك، يعني شو؟ ما حدا جاب سيرة مكونات الثورة لا العسكرية ولا السياسية، يا عيني نحن بلشنا ننتف في بعضنا لك ليش؟
الإشاعة كلها ما ضلت 6-7 ساعات قبل ما ينفوها الأتراك بشكل رسمي. نحن ما ضل لا حساب ولا منصة لك حتى مجموعة على الواتساب إلا ونتفت بشي مكون من مكونات الثورة على فتح المعابر. خيانة يا خونة، فتح المعابر بيع لدماء الشهداء يا تجار، فتح المعبر ما بعرف شو، ما بعرف مين. لك يا حبيبي الناشط الإعلامي الحريص على دماء الشهداء واستمرار الثورة، كلياتنا مع بعض متفقين على الشيء وضد فتح المعابر اللي الروسي عم يسعى له، وخاصة بهالظروف اللي عم يمر فيها النظام. لك هن لسه مبارح قصفونا المنفذ الوحيد للمساعدات الإنسانية وأهم شريان اقتصادي للمناطق المحررة. بس يا ريت تنتبه اللي أصدر التصريحات هو عدوك الأول والأخير، وإنه يلي بلشت تنتف فيه واقف معك بنفس الصف. هاي أولا. ثانيا يا ريت تتأكد من صحة المعلومات تاني مرة قبل مهاجمة أي حدا، يعني قصدي ما تصير طبل أي حدا بينجر عليك بتطلع صوت، خاصة إذا كان الحدا روسي. تحياتي لكم.